صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هذا القول صحيح أن معية الله تعالى مع عباده المؤمنين معية ذاتية؟ لا، ليس الله مختلطا بخلقه، معية ذاتية يعني أنه مختلط بخلقه، تعالى الله عن ذلك، هذا قول الحلولية، لكنه معهم بعلمه، معهم بعلمه وإحاطته ونصره وتأييده، لا أنه مختلط بهم. نعم.